البصره ومستجدات خليجي 25 تحول الان الى الانبار وفي موضوع مغاير اقامت منظمات المجتمع المدني هناك في مدينه الفلوجه ورشا تطويريه لزوجات المغيبين وذلك من اجل ان يعتمدن على انفسهن عبر اهالي المغيبين عن معاناتهم خصوصا في الاونه الاخيره لافتين الى ان المساعدات الاغاثيه لم تعد كافيه لسد حاجاتهم خصوصا مع غلاء المعيشة الحاصل في البلاد كما طالبوا السلطات بضرورة الإسراع بتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم إبان معارك التحرير كلها اللي مرض واللي تعبان واللي العائلة ما بيها بيها ثمان نفرات تسع نفرات خمستاش نفر ببيت البيت متجاوز عليه من كل الشغلات تعبانين هل تعباني قلة الموارد المعيشية في هذه المنطقة يعني المنطقة تعاني من من البطاله من قله الموارد الحياتيه اللي هي معتمده عليها حياه المعيشيه لا عندنا مثلا دعم يكفي هذه المنطقه وهذا الدعم الاغاثي ما تكتفي به العوائل، تحتاج العوائل الى مثلا رواتب، تحتاج العوائل الى يعني ايجاد فرص عمل هذا الموضوع دخلناه جديد هنا ابتعدنا نوعا ما عن الاغاثه اللي ما تجدي اي نفع بصراحه لا للعوائل لا للمستقبل لا لاسرهم حاولنا من اليوم انه نبعدهم نوعا ما بافكارهم عن الاغاثه وندخل افكار جديده عن هي تنمويه حتى يفكرون صح يشتغلون صح ينتكلون على انفسهم يمكنون نفسهم بالحياه